إلى ذلك، حيث أعلنت شرطة الأنبار الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من 38 عنصرا شاركت في عدد من العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والسكان. وأوضح قائد شرطة الأنبار هادر زيج في مؤتمر صحفي أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 6 إرهابيين آخرين من المجموعة شاركوا في تهجير السكان وقتل عدد من الأطفال والشيوخ، فضلا عن تدمير عدد من البنى التحتية في المحافظة، مؤكدا أن المجموعة كانت تخطط لشن عمليات أخرى. تبقى العيون الساهرة في قيادة شرطة الأنبار، هم الأبطال المرابطين الساهرون الليالي من أجل أمن واستقرار هذه المحافظة، فأبطال مديرية مكافحة الإجرام منذ فترة ومنذ أشهر، وهم يتابعون مجاميع أي تقوم وتحاول بتخطيط إرهابي جديد في هذه المحافظة من أجل القيام بزعزعة الوضع الأمني في محافظة الأنبار. هؤلاء المجموعة الإرهابية طبعا من خلال التحقيق معهم شاركوا بعمليات أخرى سابقة ضد القوات الأمنية بمقاتلة القوات الأمنية، وهم أيضا شاركوا وكانوا عامل مساعد بتهجير المواطنين السكان من أهالي الأنبار، بقتل الأطفال، بقتل النساء، بقتل الشيوخ، خراب أيضا ما حصل في هذه المحافظة من هدم الجسور، هدم البنى التحتية، تفجير وزرع الألغام في كل بواحي المحافظة وخراب البنى التحتية بشكل عام.